السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان كريم يدخل عليكم الصحه والسلام وطال العمر. اليوم جيت معكم فيديو، بغيت نشارك معكم طريقه تحضير ديال المسمن على طريقتي. صراحه كيجي رائع بطريقه جد سهله. نبداو مع المقادير على بركه الله. كنحتاجو هنايا معلقه صغيره ديال السكر وشويه ديال الملحه، كل واحد على حسب الذوق ديالو. كنحتاجو هنايا نص الكميه ديال الفينو ونص الكميه ديال الدقيق الابيض، كما قدكم كل واحد والكميه ديالو، وكذلك شويه ديال الماء يكون بارد ما يكونش الماء سخون. ودابا غادي نبداو، غادي ناخذ واحد الاناء كما كتشوفوا، غادي نديروا فيه الماء. انا هاني غنعبر معكم بالكاس ديال العنبه، وانتم تقدروا تزيدوا الكميه ولا تنقصوا، يعني كما قدكم كل واحد على حسب الكميه ديالو. هنايا درت 4 ديال الكيسان ديال الماء، عبرتهم بالكاس ديال العنبه، والدقيق كذلك درت 8 حتى 9، كل واحد على حساب النوعيه ديال الدقيق اللي غيستعمل. ها انتما غادي نعبر بالكاس باش يسهل عليكم، اللي بغى يدير الكميه بحال اللي درت انايا يقدر انه يعبر بالكاس. درت هنايا 8 حتى 9 كما قلتكم على حساب الجراوه وعلى حساب النوعيه ديال الدقيق اللي غادي تستعملوا. ولا دابا غادي نمشي نعجنها مزيان ونرجع معكم. ودابا العجينه ديالي تعجنات، اللي بغى يعجنها باليد يعجنها، واللي بغى يعجنها بلا ماشين يعجنها. ها انتما كما كتشوفوا العجينه ديالي مدلوكه مزيان. غادي نخليوها على هذا القوام هذا، يعني ما تكونش قاسحه وما تكونش كذلك عاود جاريه. ها انتما ودابا غادي نشكل الكويرات صغيرين. كما كنعرفوا المسمن تبارك الله كل واحد كيعرف يدير المسمن، غير بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي وصافي. ها انتما غادي ناخذ واحد الصينيه وغادي ندير فيها شويه ديال الزيت باش ما تلصقليش العجينه ديالي، وغادي نبدا نشكل. اللي بغى يدير الكويرات صغيرين ندير الكويرات صغيرين، اللي بغى يدير الكويرات كبارين ندير الكويرات كبارين، يعني كل واحد على حساب المقيله اللي غيطيب فيها المسمن. هانتوما الصراحه كيجي غزال ومرق. هانتوما غادي تشوفوا معايا النتيجه في الاخير، ما غاديش تندموا، بطريقه جد سهله خصوصا للمبتدئين. كنتمنى انكم تجربوه. هانتوما كنشكل الكويرات ديالي حتى كملت. هذه هي الكميه اللي خرجت لي. ودابا دهنتهم شويه الزيت ودرت عليهم شويه ديال البابي ديال المطبخ. ودابا غادي نخليهم على جنب يروحوا شي شويه، وعاد غادي نرجع ندير بهم المسمن ان شاء الله. ودابا خديت شويه ديال الدقيق الفينو وشويه ديال الدقيق الابيض، خلطتهم مره، درت شويه ديال الزيت ودرت شويه ديال الزبده كذلك اللي ما خصهاش تكون فيها الماء. شريوها وديروها تغلى مزيان في واحد الكاسرون كاسرونه ولا اي حاجه حتى غادي تشرب داك الماء ديالها كله اللي فيها، وعاد غادي نقرصوا بها العجينه ديالنا، ولا المسمن راه غيجيكم يعني بحال كما كنقولوا ملبز ولا معجن، كل واحد كيقول لا. من المهم كيجي زوين ملي كتبقى فيه الماء. ها انتما طقت العجينه ديالي مزيان، درت فيها غير الزبده، ودابا شويه ديال الدقيق كما شفتوا. ودابا غادي نبدا نطوي هكا كما قلت لكم بحال المسمن العادي، يعني طريقه بسيطه، والمسمن اللي كيديروا جميع الامهات ديالنا وجميع البنات، يعني غير بغيت نشاركو معكم انتما. ودابا غادي ندير شويه ديال الزبده. انا الصراحه الزيت قليل فين كنديرهم، عفوا الزيت قليل فين كنديروا لداخل ديال العجينه. انا الزيت كندهن به ملي كنكون كنطيب باش كتحمر لي المسمنه ديالي. ملي كندير الزيت لداخل كيجي شويه المسمن هكا ميدم، وانا ما كيعجبنيش هكاك المسمن ميدم، خصوصا للناس اللي عندهم المعده وهذا. كنفضل انني كندير الزبده قليل فين كندير فيه الزيت هكا في التقراص كما كتشوفوا. ودي عاودت معكم واحده اخرى، درت شويه ديال الزبده هكا لداخل كما كتشوفوا، ما نديروش بزاف، شويه ديال الدقيق. ودابا غادي نطوي العجينه ديالنا كما العاده.
فوالا، ونعاودو نهزو الجانب الاخر، نديرو هكا، نطلقو شويه هكا بيدنا، ومن بعد غادي نديرو كذلك شويه ديال الدقيق، شويه الزبده، وغادي نستمروا على هذه الطريقه حتى غادي نكملوا الكميه اللي عندي كلها بنفس الشكل وبنفس الطريقه. نبقاو نقرصوا ونديروا على جانب يتطلق. تبارك الله، كما كتشوفوا العجينه غزاله، يعني معلوكه مزيان وخليتها ارتاحت شويه. ودابا كملت الكميه ديالي وغادي ندوزو للطياب. كما كتشوفوا خديت واحد الورقه ديال المطبخ، غادي نقطعها على حسب الكبر ديال المقله اللي غنطيب فيها، وغادي نقرص عليها. غتسولوني علاش كديري هكا؟ انا كندير هكا باش المسمن، عفوا سمحوا لي الصوت راني عيانه شويه، باش المسمن ديالنا كما كنقولوا ما كيديرش لودينات، منين كتهزوه واخا كيكون جاري ما تجيو توصلوه للمقله، راكم شفتوا كيكون هكا تجبد. منين كديروا هاد الورقه لا فورم اللي كتخليوها عليه هي فاش كتبقى، واخا تاخذوها المسافه ما عرف منين لين، المهم كتبقى في نفس كما كنقولوا الشكل اللي خليتوها عليها. نتوما كما كتشوفوا يعني كنهز هكا ما كديفورما لنا المسمنه ديالنا ما والو. ها نتوما الا ما درتها هكا بالجهد ولا ما كيطرى لها والو. ودابا غادي نمشي نسخن المقله ديالي وغادي نبدا نطيب، وغادي تشوفوا ها نتوما هزيت بالوريقه فوالا، وغادي نضرب هكا الا كنتو يعني ما مرققينهاش هكا بزاف، ولا تقدروا يعني تكملوا هكا تقرص هكا يعني ما كيطرى له والو. كنحيدوا الوريقه ديالنا ديال المطبخ وكنخليوها طيب على نار مهيله. هانتوما كما كتشوفوا اللون ديال الفوق بدا كيتبدل، كما كنقولوا المسمنه بدات كتنشف. ودابا غادي ندهنوا هكا بشويه الزيت بالبانسو، انا كندير لها هكا بلا بانس، ما كندهنش بيدي باش ما كنهش يعني بلاصه كتقاس وبلاصه لا، كنفضل انني نديرها هكا بلا بانس كما كنقولوا. وهانتوما كنبقى نطيب هكا، صراحه حاجه غزال هانتوما كله تبارك الله هكا منفخ، يعني كيجي واحد المسمن اللي هو رائع. هانتوما عاودت معكم وحده اخرى بنفس الطريقه، كنقرص على الورق ديال المطبخ وكنهز نحط في المقله وكنبقى نطيب هكا، كندهن عاود من الجهه الاخرى بالبانسو. هانتوما كما كتشوفوا فيه شويه الزيت، حقاش الا درت بيدي كنت كندير من قبل بيدي، ولكن يعني واحد البلاصه كنقيسها بزاف بالزيت، واحد البلاصه لا، اللهم بنادم يدير هكا بلا بانس. ويعني هكا كيتقاسوا الجوانب كامله والمسمنه ديالنا كتجي محمره تبارك الله، يعني من الجوانب كلها ماشي بلاصه بيضاء وبلاصه حمراء. ودابا غادي نبقى نطيب هكا كما كتشوفوا، حتى غادي نكمل الكميه ديالي. هانتوما قربتكم شويه، شو تبارك الله كيجي غزال رائع، خصوصا يعني ما ديرولوش النار مجهده وما ديرولوش النار عاود مهيله، يعني ديروها في المويان. هانتوما كلهم تبارك الله خرجوا غزالين المسمن، يعني هذه الطريقه اللي كندير هذه سنين، عمر يعني ما خيبني يعني هكا الله، ولا يعني ما صدقليش المسمن، ولا يعني واخا كتشوفوا كيقولوا مني كان نقرصو هي الا تثقبت العجينه ما كيخرج، راكم شفتوا انايا واخا تقبط العجينه تبارك الله كيتنفخ، يعني ما كاينش مشكل. هانتوما كيجي رائع، كنتمنى انكم تتبعوا الطريقه ديالي وتجربوها، خصوصا للمبتدئين البنات اللي يلاه بداو وما غاديش تندموا. تبارك الله كيجي رائع ما شاء الله، يعني ما نقولكمش يعني كيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوا الطريقه ديالو، جد سهله يعني ما غاديش يعني هكا تعذبوا فيه. غير واحد الاشاره بغيت نقول لكم عليها، كما كنقول واحد السر من الاسرار ديالي، يعني تقدروا انكم تعجنوا حتى هذا النهار وتخليوه حتى 3 ايام ولا يومين في الثلاجه، راه ما غادي توقع له حتى شي حاجه، يعني كيجي على هذا الشكل هكا، غير كديروا له هكا لو بابي هكا فيلم وتخليوه في الثلاجه، منين تحتاجوا تجبدوا تقرصوه وغادي يرجع لكم هكا المسمن هو هو، يعني ما غي يتبدل ما والو، ماشي في الكونجيلاتور، انا كنقول لكم في الثلاجه العاديه. ودابا هانتوما كتشوفوا المسمن ديالي، هذا هو الشكل النهائي ديالو، صراحه كيجي رائع ومورق كما كتشوفوا. ما صلح ليش انني نقبطو بيد اخرى كنت كنصور بها، كيجي مورق ما معجن ما والو،
كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، والله يجازيكم بخير. ما تبخلوش عليا اللي مازال ما مشتركش القناه، كنتمنى انه يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا اي جديد. ما تنسونيش بلي لايك لي كومونتيرات زوينه، وشكرا بزاف على التتبع ديالكم. المسمن ديالنا هو هذا، مرق تبارك الله كيجي غزال، كنتمنى انكم تجربوه. ورمضان كريم مره اخرى يدخل علينا وعليكم الصحه والسلامه وطول العمر يا ربي، والتوفيق وبالشفاء ان شاء الله للجميع اللي مراضين ولهلا يخطيكم. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.